Welcome to acquire Arabic through stories. In this video, we will listen to the second part of the cocky mouse titled It Happened Too Late. I hope you enjoy listening and learning. Let's get started. هيا بنا نبدأ. حدث بعد فوات الأوان. تزوج القط الفأرة في جو مليء بالفرح، وبمجرد انتهاء حفل الزواج قال العريس لعروسه: فلنذهب بسرعة إلى المنزل لأنني جوعان، هل تعرفين إعداد الطعام؟ أجابت الفأرة المغرورة: بالطبع. وعند وصولهما إلى البيت قامت بإعداد شوربة خضار، وبعد الانتهاء من إعدادها حملت سلطانية الشوربة الساخنة ووضعتها على المائدة وقالت للقط: انظر إلى شوربة الخضار اللذيذة التي قمت بعملها. شوربة خضار؟ أنا أفضل اللحم. وبدأ القط يجري وراء الفأرة التي صرخت من الذعر وطلبت المساعدة. قال القط: لقد وقعت في الفخ أيتها الفأرة المغرورة، ولم أكن أريد زوجة ولكن أكلة لذيذة. وعندما وقعت الفأرة بين مخالب القط قالت: لقد حدث لي كل هذا بسبب غروري. الكلمات الجديدة: جوعان، الطعام، بالطبع، سلطانية، اللذيذة، صرخت. الفخ، مخالب، غروري.